في الصلحية الجديدة قابلت الحاج محمد، عنده أرضه في مركز أولاد صقر بالشرقية، لكنه اتجه للصحراء وأجر 25 فدان بيزرعهم قمح. حاج محمد قول لي، أنت بقالك كام سنة موجود في أرض الصلحية الجديدة؟ أول سنة أزرع قمح في أرض الصلحية، ما زرعتش حاجة هنا قبل كده، أول مرة أجي هنا، ولما شفت الجو هنا انبهرت، حسيت إن مصر بخير بإذن الله. طب أنت إيه الأسباب اللي دفعتك إن أنت تسيب أرضك السمراء وتيجي تستصلح أرض في الصحراء؟ الأرض مستصلحة أوريدي، لوحدها جاهزة، خدت بال حضرتك، مجهزة للزراعة. أرض هناك أنا ما سبتهاش وزارعها، بس الأرض هناك مش مكفية، يعني مش عاملة اكتفاء ذاتي بالنسبة لي ولإخواتي، فأنا قلت نحسن وضعنا الاقتصادي، نيجي نشوف الجو الجديد الجميل ده هوت ونشتغل فيه. ليه اخترت القمح بالذات؟ القمح بالذات انا بحس فيه انه زرعه وطنيه، لانه زرعه استراتيجيه واحنا محتاجينها، وتعتبر امن عام، امن قومي. انت ازاي قدرت توفر الميه ل 25 فدان؟ الميه ما موجوده هنا، الابيار موجوده، كل بير بكفي 50 فدان، وميه ممتازه جدا، وفي نفس الوقت في واحد قائم على الري يعدل الارض، بقول انا كل اسبوع كل اسبوعين. الابيار دي خاصه بيكم انتوا ولا خاصه بالارض واصحاب الارض؟ مش ارضنا احنا، الارض دي احنا مأجرينها، فكل ارض متأجره، زي ما انت شايف ارض الطماطم دي كده لها ابيار، اللي بيجي بياخد الارض ويحرطها وجاهزه ويعملها بالليزر، والميه موجوده طبعا وموجوده متوفره باذن الله. البير ده خاص بارضك انت ولا بيروي اراضي ثانيه؟ احنا مجموعه مأجرين طبعا من كل محافظه، فالبير ده بيروي 50 فدان على ما اظن، في ابيار وصلها الكهرباء، دي بير ديزل، دي بير ديزل، بيرو بالجاز، ما كان بالجاز يعني، في قدام شويه كده كهرباء واصله، بيرو بالكهرباء. كل اللي موجودين داخل الصلحيه الجديده او جيرانك من الفلاحين كلهم من الشرقيه او الاسماعيليه؟ لا 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 لا، ده في من كفر الشيخ، في من محافظات كتير جدا، وطبعا هنا بقالهم فترات كبيره وتعاملوا وتاقلموا مع الجو، وجودهم هنا عاد نجاح 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 يعني. في كلامي مع الحاج محمد عرفت ان ثقافة الزاحفين للصحراء اتغيرت كتير عن الاول، في انهم يتركوا العمران ويتجهوا للبراح في خطوة للبحث عن النجاح. هي شقين، شق اتغير والشق التاني مجبر عليه. الارض ضاقت في الوادي، عادت مساحات ضيقة جدا جدا، ما تكفيش طبعا استهلاكاتهم، يعني العائد بتاعها غير مجدي، فبالتالي هو عاوز يزود الدخل بتاعه، فهو كده غصبا عنه هيروح الصحراء. الحاجة التانية اللي ما عندوش ارض ده بالمرة مضطر يروح الصحراء، فبالتالي هو الامر فارض نفسه بشقيه، سواء المساحة ضيقة أو سواء ما عندوش أرض. طب أنت إيه أهم التحديات اللي واجهتك في أول ما جيت أرض الصلحية الجديدة؟ طبعا الخوف، لأن أنت ما تقبى في المنطقة عندنا معروفة كده، أريد لوحدك بتزرع كذا كذا كذا، وطبعا أرض السمرة بتاخد كذا، وعارفين دي ضعيفة ودي جامدة ودي أرض قوية وصرفها حلو، إنما أنت جاي على مجهول، أنت داخل عالم مجهول، الله أعلم مصيره إيه، هل العائد بتاعها هيبقى مجدي؟ ما دي برضه في حد ذاتها إلام جامد جدا. مصاريف الإنتاج على القمح في الأرض الصحراوية أقل ولا زيادة عن الأرض الصحراوية؟ لا أكيد زيادة، ما هو أنت مضطر إنك تزود دخلك أو إنك تظبط العمل الاقتصادي بالنسبة لك ولأسرتك، فبالتالي ما يبقى فيه شوية مجازفة، طب ماشي هتكسب 2000 تزيد 1000 ووفرت 1000. أنت حاسس إن أنت نجحت في الهدف بتاعك اللي أنت جيت علشان الصحراء؟ لغاية الوقت آه. إيه الأسباب اللي ساعدتك على النجاح ده؟ أول حاجة نمرة واحد المية، نمرة اتنين البنية التحتية، اتباع التجهيز بتاع الأرض، تاخد حقها، الارض هنا في الصحراء بتختلف عن الارض السمراء، تقوي منطقه وتكون تقوي تقيله مسنوده، ما تبقاش تقوي خفيفه. الحاجه الثالثه الري بمواعيدها، الاسمده برضو في مواعيدها، رش الزمير والغلط اللي بيطلع في الارض، برضو الفلاح عشان يبيع ارض عنده او يبيع ما يملكه عشان ياخد ارض جديده، يكون الارض امنه لها ورق، ما تبقاش ارض كده تروح في مكانه بعد ما تروح تستصلح وتزرع وتزرع وتبقى 100 يجي يشيلوك من الارض. حاج محمد، ال 25 فدان بتوعك يطلعوا محصول قمح قد ايه تقريبا؟ ما متوسط انتاج الفدان ان اذا ربنا اكرمنا وبقت انتاجيه عاليه ممكن يجيب 20 ارداب. سعر الارداب تقريبا قد ايه؟ هو الدوله ربطها ب 420، بس طبعا انت بتنقل وتقع على حسابك، يعتبر الصافي بتاعه 410. ودي نسبه كافيه مربحه للفلاح على مصاريف الانتاج؟ لو جاب الانتاجيه المعقوله اللي قلت لحضرتك عليها من 16 ل 20 ارداب بيبقى ممتاز جدا، هيغطي وبقى حلو باذن الله، وتبقى بارقه امل بالنسبه للفلاح. الحاج محمد بيقطع كل يوم مسافه 100 كيلو من ارضه القديمه للارض الجديده. رحلة بمثابة تحدي قرر انه يخوضه املا في النجاح. وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تنمية الثروة الزراعية وزيادة مساحة الاراضي المستصلحة، علشان كده جزء كبير من مشاكل الفلاحين اللي بيدوروا ليها على الحلول ملفاتها هنا في وزارة الزراعة. دكتور علي اسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، مرحب بيك معنا في نبض الشارع. اهلا بيك. بنتكلم عن مساحة قد ايه من المساحة الكلية لمصر ارض زراعية، وهل المساحة دي بتزيد مع مرور الوقت ولا بتقل؟ المساحة الزراعية الموجودة الحالية المفروض عندي في الاراضي المحيزة حوالي 8.7 مليون فدان،
وأراضي خارج الزمام حوالي 1,000,000 فدان، يبقى في حدود 9.7، لكن المزروع حوالي 9.25 مليون فدان. الدولة بتبذل جهد كبير جدا في هذه المرحلة. التوجه إن احنا نستصلح 4 مليون فدان وندفهم من ساحة مصر. الحكومة في المرحلة الحالية، المرحلة الأولى عندها حوالي 1 مليون فدان، ودي مفروض خلال هذا العام إن شاء الله نشتغل فيها. والدولة اوريدي بتشتغل في 1,000,000 فدان، وتم اختيار المناطق الجديدة للمليون فدان، وبالتالي هيبقى فيه إن شاء الله الفراجة. بس الفكر مختلف شوية، إن الدولة بتهدف إلى إنشاء كيانات ومجتمعات متكاملة الخدمات والمرافق، عشان كده مش استصلاح فقط لا غير. لكن احنا عندنا ظاهرة أخطر من هذا الكلام، هو التآكل في الأراضي القديمة والعشوائية والبناء والصراع على الأرض القديمة، ونحن نفقد أغلى ما في مصر. بنتكلم عن مساحة مفقودة قد إيه تقريبا من مساحة يعني الأرض الزراعية؟ لما نتكلم في 30,000 فدان سنويا متستقطع، يعني ده رقم خطير. وفترة الثورة حلقة من حالات الهياج الشديد والتخالف يعني التكالب على التعدي على الأرض الزراعية. وهذا بنقول ده أمل مصر، دي أرض مصر، دي مش أرض الناس اللي مالكة ليها. هل وزارة الزراعة درست أسباب التعدي على الأرض الزراعية؟ وهل في حل تقدر تقدمه وزارة الزراعة لوقف الزحف على الأراضي الزراعية؟ والله هو التشريع. يعني احنا عندنا حاجتين، مفروض ان احنا في القرية المصرية نتجه تاني للبناء الرأسي وليس التوسع الأفقي، وده بتشتغل معنا التنمية المحلية وبتشتغل معنا الإسكان. فاحنا بنقول ان اتجاه للبناء الرأسي، ان انا ايسر للناس الحصول على قروض جوه القرية عشان يبني في دور واثنين وثلاثة، بدل ما كل واحد يبني له بيت دور واحد والناس الأسرة تتجمع زي ما كان. الجزء الثاني ان هو يستفيد من الفراغات اللي موجودة جوه القرى لأراضي أملاك الدولة، والمحافظات تستطيع ان هي تعمل عليها مساكن، اللي هي مساكن اقتصادية للشباب او الافراد. المدن الجديدة نبتدي، مش لازم يبقى الشاب مرتبط انه عايش في القرية في وسط اهله ولازم يبني في القرية. تم يطلع النهاردة المدن الجديدة ويعيش وياخد فرصة عمل جديدة فيعيش في المدن الجديدة. هل وزارة الزراعة هي المسؤولة عن الزيادة المؤخرة اللي حصلت في اسعار الاسمدة؟ لا طبعا، وزارة الزراعة مش مسؤولة على هذا الموضوع. وزارة الزراعة جهة مستفيدة من الاسمدة. الاسمدة بتنتج منين؟ فين؟ في مصانع الاسمدة. لما المصانع النهاردة السمك كان سعره بيخسر، تكاليف غاز اتغيرت، سعر الغاز اتغير مع كل الحاجات دي مدخلات، والمدخلات زادت، فبالتأكيد لازم تزين معها الأسعار. محصول القطن من المحاصيل الرئيسية اللي كان بينتظرها الفلاح من موسم لموسم، أصبحت بتعاني مؤخرا من مشاكل وأصبح تسويقها شيء صعب على الفلاح. إيه الأسباب وإيه دور وزارة الزراعة في حل أزمة محصول القطن؟ تسويق مش مشكلة وزارة الزراعة، التسويق ده في جهات أخرى. يعني أنا وزارة التموين بتاخد منه الرز، طيب نخش في القطن. القطن ده إيه؟ صناعة. القطن ده تصدير. فالنهاردة أنت بقت في سوق عالمي وفي تحرير في التجارة، فأصبحت عرض وطلب. أنت بتروح تستورد القطن ب 600 جنيه الانطار، فبقت في دخول الناس، بقت الصناعة بيدور على كل جنيه بيكسبه، فلازم يروح ياخد المستورد ما ياخدش المحلي. فالمنافسة شديدة، لأن النهاردة التكنولوجي العالي خلى أن أنت بالأقطان القصيرة تعمل منها أقمشة على مستوى عالي وجودة عالية. لكن احنا بنقول إيه النهاردة؟ محدش يزرع حاجة إلا ما يكون عارف تسويقها كويس. أزمة مياه الري جزء من مشاكل الفلاح، دور وزارة الزراعة في حل الأزمة، وهل في تنسيق بين وزارة الري ووزارة الزراعة؟ بالتأكيد وزارة الزراعة ووزارة الري في تناسق تام، تنسيق كامل بين هذا الموضوع. أعتقد ما فيش أزمة مية ري في مواعيد معينة، لكن هو مشكلة إن احنا عندنا مشروع كبير المفروض الدولة بتلجأ ليه، هو مشروع القومي لتطوير الري. ده أحد المشروعات الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة، اللي عشان كل واحد يعرف ياخد حصته صح. لما انت بتروي بالغمر وتبقى على راس الارض وتقوم فاتح المياه واخدها، ففي الاخر الارض مش هيحصل له.